طلع الصبعين دول اللي هو السبابة والوسطى كده مع بعض كده اهو، وتاخدهم تحت الحنجرة هنا اهو، وتضغط عليه بقوة كده. لو حد خلقك بالشكل ده هتطلع السبابة والوسطى، الصبعين السبابة والوسطى بالشكل ده كده، وهتضغط تحت الحنجرة بتاعته بقوة. الحركة دي هتستعمل السبابة والوسطى مع بعض اهو، وهتضغط بقوة وبسرعة وبسرعة كبيرة جدا تحت الحنجرة اهو، وبتضغط بأقصى قوة.